السلام عليكم. عرفت منطقة شبيطة مختارة بولاية عنبة أمس الجمعة حادث مرور متعمد خطير راح ضحية أفراد من الدرك الوطني، وحسب ما هو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي وكذا صفحات إلكترونية، فقد قام مجموعة من الدركيين بتحرير مخالفة لأحد مستعملي الطريق والذي كان يسير أكثر من السرعة المحددة، بالإضافة إلى السحب الفوري لرخصة سياقته. هذا الأخير لم يتقبل الأمر كثيرا وقام بتوصيل عائلته وعاد مسرعا للحاجز الأمني، وفي غفلة من الدركيين قام بالاصطدام المباشر بسيارة الدرك المتواجد فيها الرادار، ما سبب خسائر مادية معتبرة لسيارته وسيارة الدرك وكذا جروح لدرك كان داخل سيارة المصلحة. الحماية المدنية تنقلت على جناح السرعة إلى عين المكان ونقلت الضحية إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج، فيما قبضت المصالح الأمنية على المعتدي وحولته للتحقيق قبل تقديمه للعدالة.